اتشحنا بالسواد حدادا على ضمير السياسيين، وقفنا دقيقة صمت حدادا على القوانين المدفونة بجوارير المسؤولين. هكذا اجتمعت الهيئات النسائية والشعبية في قصر اليونسكو لتعلن أن يوم المرأة العالمي هو يوم أسود للمرأة اللبنانية في الحياة السياسية والاجتماعية. فرفعنا الصوت عاليا في ظل حضور ذكوري لافت، مطالبين بحقوقهن التي يتمتع بها الرجل، من أحقية إعطاء الجنسية لأولادهن إلى الكوتا في المجلس النيابي، إلى حماية المرأة من العنف الأسري والعديد من الحقوق المشروعة لهن. وعلى هامش الاحتفال كان للجديد حديث مع بعض المتكلمين. حدثك مرشح على الانتخابات النيابية ولا كمرأة ولا لا؟ إذا كان في كوتا وفي قانون انتخابي يسمح بتجديد هذه الطبقة السياسية، أنا أول المرشحات. إنما إذا بدهم يعتمدوا قانون انتخابي مفصل على قياس الطبقة السياسية الحاكمة هلأ ويضحكوا علينا ويقولوا إنه هيدا ديمقراطي، لا، ما رح نلعب لعبتهم، ما رح اترشح، وراح طالب إنه كل الناس تحط ورقة بيضة. دبسة حياة، ليش ما بتفوت معهم بهيدا اللعبة وبتجرب تغيري من جوا؟ من برا أنت بتعرفي رح تتقسم القوانين على قياسهم. لذلك مش رح يسمحوا لحدا يقدر يخرق لوايحهم. حضرتك كوزير ولا كنائب، كيف قدرت تشرع؟ شو ساعدت المرأة حتى يكون عندها حقوق أكثر؟ أنا شخصيا لما كنت وزير للعدل حاولت كل سنة أقدر طور قوانيننا بشكل أنه نزيل الإشحاف اللي كان لاحق بالمرأة. أهم إنجاز قدرت تعملته للمرأة؟ يعني بوقت قضية المرأة اللي بتمارس حق التجارة كان ممنوع عليها إذا كانت متزوجة إلا إذا وافق زوجها. كان في عدة قوانين قديمة تمنع شهادة المرأة أمام كاتب العدل أمام القضايا الدوائر العقارية، كمان أزلناها، لكن بعد الشغل الطويل كتار بيفكروا الجنسية هي حبر على ورق. بالنسبة إلي أنا لليوم بحمل إقامة بجددة كل سنة، وهذا الشيء كتير عيب. أنا عايشة هون، لا في انتخب ولا في نقي الناس اللي أنا بأمن فيهم ولا في ساعد ولا بشو بيقولوا لي أنت شو خصك روحي على بلدك. أنا بتوجه أنا شخصيا يعني لرئيس الجمهورية، بليز ساعد النساء واسمعنا، وحتى من أولوياتك، لأنه صار في كتير نساء بالبرلمان، خلينا نختار الأفضل والأنسب، وخليني شوي أقدر ساهم معكم بهذه البلد لأنه كارولينا اللبنانية. بتخافي على المرأة بطرابلس من بعد شو عم يصير من تفلت إسلامي؟ لا، أنا ما بخاف على المرأة، أنا بخاف من اللي عم بيلعب هاللعبة، لأنه بلدنا المرأة في المنطقة طرابلس يعني كتير ناشطة. اللي استحوا ماتوا. هكذا لخص النسوة حالة القيمين على الشؤون اللبنانية، معلنين أن هذا التحرك لن يكون الأول من نوعه، بل سيستكمل بسلسلة مسيرات شعبية تعمق التواصل بين مكونات النسوة والداعمين لحقوق المرأة والمستقلين حتى الوصول إلى أهدافهن.